وجهي، امشي على الغرفه فيه يا ابني غير النظر في وجه الوالدين عباده. طب زعلان ليه يا زيد؟ لا اله الا الله. الولد خد الكلام بالنص. اما التي غلبته ها فكانت خالته. خالته عملت ايه؟ جه الرجل ابو عباس يشكو لي في المسجد في التسعينات، قال يا شيخ الله يسامحك، انا كنت لا اصلي ولا اصوم ولا لي في الدين، الا ان زوجتي سبحان الله بصقت علي فتبت الى الله وصليت. ازاي زوجتك بصقت؟ معقول؟ قال يا سيدي انا مره نايم وكان انام بعد ما التلفزيون، يعني كان زمان التلفزيون لهم حاجه اسمها ليل وحاجه اسمها نهار، يعني يجي على الساعه 11 كده يقول ايه تصبحون على خير، الان تطلع الساعه 8 صباحا وتبدا الان السهره، يعني لسه نبدا السهره بلا. طب متى ننام؟ صلي الفجر. المهم ما علينا. فالمهم الزوجه سمعت الدرس ان من راى كابوس او حلم مزعج يستعيذ بالله ويدفل على يساره ايه ثلاثه يدفل. يبدو كانت بتدردش مع صديقتها ما سمعتش تفصيل من الشيخ. يدفل يعني ينفخ، صح؟ هي فهمت يدفل يعني ايه. فكان من عطاء الزوج على وجهه قبل الفجر بساعات هذا المطر الايه الغير جميل. استيقظ من النوم قالت له ولا كلمه، الشيخ عمر اللي قال ولا كلمه، ما فيش. لكن تتخيل الرجل بعت لي دعوات في الثلث الاخير من الليل، يعني يا اخواننا لا تسيئوا الى مشايخ، ولا يعني احنا نهديكم على الخير وزواجكم وزوجاتكم يدعوا علينا، لا اله الا الله. مش كده الكلام ده، بنخليكم ايه زي ما نعطيكم الخير، الله يرضى عليكم، منتظرين منكم ان شاء الله ايه الخير. المهم سبحان الله، فقال انا عايز اشوف مين الشيخ عمر اللي بيقول للزوجه اعملي كده مع الزوج. فجاء بقدر الله نتكلم عن ايه؟ عن اركان التوبه، وان الله اذا تاب العبد مش يمسح له الذنوب فقط، مش يعفو عنها فقط، لا، يبدله مكان السيئات حسنات. يقول له لو انت بتعصي الله من 29 سنه بقدر اللي قلت رقم من 29 سنه وثم تبت كانك ولدت طائعا كابي بكر الصديق. الرجل الكلام دخل اتاريه بيعصي الله من 29 سنه سبحان الله. فربنا فتح باب الهدايه، فرب ايه رب شر جاء بخير ورب ايه امتحان جاء بنتيجه طيبه. بس ارجو لا تقل لاحد هذا الكلام، ده كلام ايه بيننا وبينك، وانما ابو عون يحطه على النت ولله الامر من قبل ومن بعد. المهم سبحان الله نعود الى ابو عبد الله بن عامر. انتوا نسيتوا ولا ايه؟ طيب وحده من لا ينسى. قال له اعطيك خراج فارس 5 سنوات وتطلق زوجتك. قال له هي طالق اصيب موازنات، كل واحد وحر يا اخي. ما علينا. انقضت العده، معاويه استحضر ابا هريره وكان والي على حمص، اللهم سلم حمص من كل سوء يا رب. زرت حمص ووقفت عند قبر خالد بن الوليد واستعبرت، وقلت في نفسي يا ترى، يعني من سنوات هذه الزياره والله، يا ترى هل خالد بن الوليد وسيفه وحصانه الذي قطع حبله عندما دفن في هذا القبر لما وجدوا ان يحملون عرش نعش خالد من بيتي بعد الغسل قطع الحصان حبله وسار في جنازته. المهم فيا ابا هريره استدعاه من حمص، اعطاه 60,000 دينار ذهب. قال له يا ابا هريره عليك ان تخطب ام خالد ليزيد، فان وافقت فهذه 60,000 لك. توجه ابو هريره الى المدينه بقدر الله. هو دخل المدينه من هنا وجد الحسن بن علي. مرحبا ابا هريره، كيف الحال؟ ما الذي جاء بك؟ الله جئت اخطب ام خالد مطلقه. وطبعا ابلغ معاويه زوجه عبد الله بن عامر عن طريق وليه على المدينه انها صارت ايه طالقه. كلكم مبسوطين، كلكم تحبوا الحكايات، ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. لكن لو قلنا امر نه يعني احسن الى زوجتك ابتسم في وجهها، اما الحكايه كمل يا شيخ، ايه رايكم نكمل القصه دي الاسبوع الجاي ان شاء الله، نمتحن صبركم. المهم يعني المهم
والله صحيح انا نسيت الجماعه في ليله عيد الميلاد. صحيح قالوا يا ابانا الذي في السماء، وقفنا عند ابانا الذي في السماء دي انا خوفا من القسوة. يا ابانا الذي في السماء لا تمتحنا ولا تدخلنا في تجربه. هو المعنى ده ماخوذ من ايه؟ من كتاب الله عز وجل. قال ولا نبلونكم. فبكى الحسن البصري قالوا ما لك يا بصري؟ قال يا رب ان بلوتنا يعني دخلتنا في الامتحان هتكتنا وفضحت اسرارنا. لو دخلنا في الامتحان نسقط، صح ولا لا؟ الا بتوفيق الله، الا بتوفيق الله. انا ليا شيخ الله يبارك في عمره ويعطيه الصح، عنده 91 سنة ويقرأ من غير من نظارة، درس البلاغة في الستينات. فكلمني منذ يومين وقال لي انقطعت رسائلك عني. دايما انا رجل من الطراز، ما اعرف اكتب رسائل، اخلي الولد ابن احمد والعيال اولاده هم اللي يكتبوا لي الرسائل، ابعت يا ابن عمك فلان. المهم فارسلت له رسالة ما كنت اتوقع انها تلقى عند الرجل، وهو استاذ للبلاغه وعلمني يعني وحببني في اللغه، وكان تلميذه كان استاذ الثاني كان زوج خالتي رحمه الله عليه. سبحان الله، هذا الرجل يعني كان خريج الشريعه في الخمسينات، له قصه لطيفه. كان ابنه اشترى لامه، ابن خالتي يعني اشترى لامه او ما طلعت الغسالات الفول اوتوماتيك دي، عارفه؟ فرجاهم قال لهم احنا زمان عندنا في الستينات اول ما تيجي الغساله او البراد او الثلاجه يجيبوا الرجل الحد يعمل ايه؟ قاعده لها بعجل عشان ترتفع عن الايه؟ عن الارض، ما يحصلهاش ايه؟ صدى. فهو رجاها قال لها يا امي الله يرضى عنك هذه يجب ان توضع على الارض، لان عندما تبدا العصر تبدا بالاهتزاز العنيف وتعمل مشكله، لازم تكون ثابت على الارض. طبعا امه قالت الكلام الولد ده يتخرب يعني، كيف يعني هذه غاليه الثمن؟ جابت لها قاعده وعجل، بدات الغساله ايه تهتز في العصر، فخرجت من الايه المكان الموجوده فيه، دخلت على المجلس اللي قاعدين فيه في الصاله كده. فهو رحمه الله عايز يدخل رحمه الشيخ الله يرحمه الشيخ، قال دعوها فانها ماموره، خلوها سيبها بقى. الله بيوت الشيوخ دي عجب، الله يرحمهم جميعا. فارسلت الى شيخي قلت له قد عبرت بك العمر التسعين، خلاص عديت التسعين، فكن على عفويتك ودع ظنون الناس جانبا، فلك اجر ما يظنون فيك وعليهم وزر ما يظنون في انفسهم. فارسل لي قال لي والله يا ولدي من 70 سنة ما سمعت جملة بليغة كهذه الجملة. خليك على عفويتك، انت رجل واضح المعالم، ابيض السريرة نقي، خليك على عفويتك زي ما انت، لا تغير عشان الناس تتغير. شو عشان بنت اخويا ولا بنت جاري دخلت الكليه كذا يبقى انا ادخل بنتي كليه؟ بلاش التشبه، شوف بنتك ينفع تنفع في ايه، ابنك ينفع في ايه، بلاش التشبه، تشبه بالكبار. فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح. الحسن بن علي رضي الله عنهما وجد ابا هريره في وجهه، مش احنا تركنا ابو هريره كان لسه قبل الحسن من شويه. المهم فخيرا يا ابا هريره، قال والله جئت لاخطب ام خالد مطلقه عبد الله بن عامر ليزيد بن معاويه. قال له طب ابا هريره اذكرني عندها. الحسن عرض نفسه انه ايه هو اللي يتزوج، يبدو ام خالد يعني لتاريخها الطيب. خرج من الحسن وجد في وجه الحسين. الصحابة دول يحفظوا الأسرار، مش يحكي له أنا رحت، لا، ما الذي جاء بك؟ حكى قالوا طب اذكرني عندها. خطوتين وجد عبد الله ابن عقيل ابن جعفر ابن أبي طالب ابن جعفر الطيار. خير يا أبا هريرة؟ قالوا اذكرني عندها. سبحان الله. المهم الثاني ابن عبد الله ابن عمر، يعني الستة من نجباء شباب مكة المرضي عنهم المدينة المرضي عنهم، عرضوا على أبي هريرة أن ينقل رأيه أو آرائهم وطلبهم لخطبة هذه الزوجة الصالحة. فذهب إليها وقص على القصة، قال له في 7 متقدمين لك وأنت عليك تختاري. قالت يا أبا هريرة
آمر أم شافع؟ أنت جايب أمر ولا جاي تشفع؟ قال أنا شافع، مجرد نقل إيه؟ نقل رأي. قالت لا، لا أريد أن أتزوج بعد عبد الله. الرجل يعني فجأة كده عشان خراج فارس، ها؟ بس ده خراج فارس 5 سنين، ده قصة إخواننا برضه يعني، قصة كبيرة أنت لو تتخيلها كده. يعني يقول لك شوف يا عم، ها؟ ودي لك البترول اللي في جنوب السودان وشوية المنجنيز والماس اللي في بريتوريا وكيب تاون، وتذكر على الله يا عم، من غير ما تذكر على الله، تذكر على الله انت، سبحان الله، صح ولا لا؟ المهم المهم، ما هو الحرمة اللي زوجها جامد معها، قالت له الله انا اليوم متعبة جدا، عشان لا يطالبها لعشاء ولا غداء ولا، قال يا الله، ده انا كنت ناوي اخدك اليوم في نزهة. قالت له يا راجل انا بدعي، انا كنت بهزر اقول لك ان انا مريضة. قال وانا كمان كنت بهزر. مش انت مداعبات؟ واحنا مداعبات يعني، الله لئيم على لئيم ينفع؟ ها سبحان الله، يعني عندنا مثل في الصعيد يقول لك مبروم على مبروم ما يفتل، يعني ما كيف يعني، سبحان الله، نسأل الله السلام. المهم قالت ما رأيك ابا هريرة؟ هو نصحها قال يا ابنتي الزوجة المطلقة تقعدي من غير زوج، وهؤلاء كلهم ازواج كرام، 2 منهم سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد ابن جعفر الطيار، والثاني يعني شيء يعني ابن عبد الله بن الزبير، والثاني ابن عبد الله بن شيء يعني لا يرفض. قال بما تنصحني؟ قال لا انصحك ان تتزوجي الحسن ابن علي. ورجع ابو هريرة الى معاوية يعيد اليه الايه؟ 60,000. قال يا عم شوف الامانة، قال انا كنت رايح في ايه؟ في مأمورية، المأمورية تمت او لم تتم؟ لم تتم، خذ يا عم ايه؟ ابلغها. فقال معاوية قولته التي دوت في العالم الكل في كتب الادب، اسلمي ام خالد، خلاص انت بتتزوجي ايه؟ يزيد. رب ساع لقاعة الحسن ابن علي قاعد في امان الله، ومعاوية يخلي تطلق وهو في الشام ويتزوجها مين؟ الحسن. ورب آكل غير حامد، الناس تأخذ المعروف ولا ترد عليك ايه؟ بالمعروف. فصارت من اعظم الامثال او التي يعني يأخذها اهل الادب. اللهم اجعلنا واياكم من اهل الادب في الدارين في الدنيا والاخرة ان شاء الله. ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالم. آل امرأة عمران حملت، اول ما حملت نظرت ما في بطنها لله. طب ايه رأيك انت لو عندك ولد وزوجته او بنت، وده يا بنتي انظري ما في بطنك لله، انظري ما في بطنك لله. رحمة الله على ابي دخل، جاء زيارة للقاهرة، احنا الصعيد، فدخل الجامع الازهر لدي شيخ مهيب قاعد يفسر في القرآن تفسير عجيب. قال ان شاء الله الزوجة حامل باذن الله رب العالمين، ادعو الله عز وجل خالصا ان الولد اذا كان ولد نهبه كده لله ليعلم الناس العلم، فرزق بالعبد لله الفقير، ولا علم ولا غيره، لكن نية الرجل، نية الرجل رحمة الله عليه، الانسان لما يصدق في النية، اصدق في النية، اصدق، خليك صادق النية بس، وربنا يسمع. فانظر خلي ولد من الاولاد يعني يقف، يعني قلت قبل ذلك انتدب في كل عائلة عالم، اسأل، روح كل مدارس الثانوي في البلاد العربية كلها، من العراق للمغرب ومن شمال الشام الى جنوب الصومال وأريتريا وموريتانيا، اسأل الاولاد كلهم مين يا اولاد يحب يطلع شيخ علم؟ يفرق ايده كده، والله. طب مين عايز يكون طيار؟ كلنا عايزين نطير. مين عايز يبقى الراعي اللاعب رقم 9 في فريق؟ كله ما شاء الله اكبر، لا قوة الا بالله. طب مين البنت اللي عايزة تبقى مضيفة؟ كلنا مضيفات، تخدم على 400 ورافضة تخدم جسها، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. المهم نظرت ما في بطنها، فانا عايز كل عيلة تنتخب ولد، تنتخب ولد، تقول ده اغنياء العيلة، زي ما عملت ام محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه لما لقيت في الولد نجابة، الاثنين اخواته الكبار صيارفة اشتغلوا في النقد، عندهم زي شركة صرافة، قالوا انتوا فرغوا اخوكم ده للعلم، ما تخلوش يتعامل في المال، لان هناك فرق كبير بين العلم والمال.
المال أنت تحرسه، والعلم هو الذي يحرسك. والعلم يزكو بكثرة الإنفاق، والمال ينقص بكثرة الإنفاق. والعلم خير كله إذا زكي بالخلق، والمال ليس خيرا كله إلا إذا وظف بالعلم بإرضاء الله ولنشر دعوة الله سبحانه وتعالى. نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أول ما وضعتها أنثى. آدي الإناث الصالحات في القرآن، أم يعني امرأة عمران، ابنتها مريم، آسيا امرأة فرعون، أم الكريم، مريم وسيدنا عيسى عليه السلام، سبحان الله، أمنا مريم، الصحابيات الجليلات، هاجر هناك مع إسماعيل، سارة مع إسحاق، سبحان الله. كل هؤلاء بالله عليك إذا يعني إذا ولو تكن النساء كمثل هذه، كما قال علي في فاطمة لما تزوج فاطمة ورأى فيها كأنها قطعة من أبيها نورا وخلقا ودمات أخلاق، قال ولو تكن النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. عمرك انت قلت بيت شعر في زوجتك؟ ها؟ انت تقول لها ايه بتاع ابو نواس، ابو نواس زوجته تقعد خلف الايه الستارة تسمع الايه الحكايات البذيئة اللي بيحكيها مع ايه اصحابه زي جماعة كده، فتطلع تنشر الايه تنشر الكلام ده، فحس شعر مرة يقول يا ربي مين بيطلع اسرار البيت، فحسس على الستارة كده قاعدة ايه قال تنحي جانبا تنحي فاجلسي عنا بعيدا، اراح الله منك العالمين اغربالا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. وددت هو قال ابن وهب وددت ان تموت زوجتي وتذهب الى القبر عاجلة عن قريب معجل، فحاسبها فيه نكير ومنكر. لا اله الا الله، هو عايز ايه يعجل، نسأل الله ان يعجل لنا بالتوبة وبفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. انا هعطيك خمس نقاط في كلمتين عشان انا اطلت عليكم. نمرة واحد،